رأيي كان خصها تكون، ورأيي أنه كانت هناك انتظارات بطبيعة الحال. انتظارات كما قلتي التقييم غيكون مختلف، كاين اللي غيعجبو كاين اللي ما غيعجبوش. اسمح لي اعتذر، حيت واحد التعليق كاينين راه تعليق ديال الساركازم. سيرتي تفضل أستاذ. وليد اللي كنا كنعرفو ماشي هو وليد اليوم، كان فرق كبير ما بين وليد، لأنه قبل من يمكن نحلو المضمون ديال الحوار، فضروري أنه التركيز على لغة الجسد عند وليد. فوليد كان مختلف تماما. وليد اللي كان مولف أنه يمكن أنه كيسيطر حتى فاش كيكون كيتلقى الأسئلة، كان كيكون مسيطر حتى في ذاك الفضاء اللي كيكون فيه. اليوم وليد شفنا أنه وليد المنهزم، وليد اللي كيتسنى وكيتصنت وكيسمع، ويمكن أنه ما كيفكرش يهاجم. وليد اللي كرر أكثر من مرة أنا غلط وأنا كنتحمل مسؤولية، إذا حسيتيها غتلقى قالها واحد 15 مرة في الأجوبة ديالو. يعني وليد جا باش يقول أن غلط وباش يمكن أنه يهدأ الأمور. وليد مختلف تماما، اللي كان كيقول لك أنه أنا اللي كنعرف بوحدي الكرة، كان كيقولها ضمنيا وبعض المرات كيقولها بصراحة. وليد اللي كذلك طاح في تناقضات، من بينها أن كيقول لك قبل ما نواجهوا جنوب إفريقيا قال لك المباراة اللي انهزمنا فيها في جنوب إفريقيا في التصفيات ما عندهاش علاقة بالمباراة اللي غنلعبوا مع جنوب إفريقيا، هذا الشيء في كأس أمم إفريقيا. اليوم كيقول لك الهزيمة أمام جنوب إفريقيا ماشي مفاجأة، لأنهم فازوا سبقوا فازوا علينا. يعني كاين هناك تناقض في الكلام ديالو. وليد اللي كان كيقول لك أنه الاحتكار ديال الكرة ما كيعنيش بأنني فائز أو أنني كذا، اليوم كيقول لك راني احتكرت الكرة أمام جنوب إفريقيا، يعني إحصائيا. لو كثرت يمكن يشوفوا المواقع. كيقول لك أنه إحصائيا. إذن وليد الأساسي بالنسبة لي اللي جا كيقول هو يقول غلط، ويقول أني كنت حمل المسؤولية باش يمكن أنه يهدأ من 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 الغضب ومن انتقادات ديالو. ولكن كنعتقد بأنه وليد صعيب عليه باش يدبر المرحلة المقبلة، لأنه غيدخل يمكن منهزم. ولكن حنا نتمنوا أن الوجه ديال المنتخب ملي بدا كيهضر لك على تغييرات في الطاقم هذيك، يعني هذيك جات هي النهاية. يعني أنا بالنسبة لي وليد دخل واحد المرحلة ديال النهائي، إلا لحدد شي معجزة مع المنتخب والتغير بشكل كبير. ماذا يعني؟ بأنه القناعات اللي كان كيدافع عليها واللي كان كيقول للناس بأنه راه كاينة، الان العكس ديالها، كيهضر لك على تغييرات اللاعبين، كيهضر لك على تغيير الطاقم. ماذا يعني؟ بانه اختياراتك وبانه ذاك المنطق اللي كتقول. واحد الكلمه اخرى اللي قالها واللي يمكن فاجاتني بزاف، ملي الزميل هشام فراج هضر لي على اللاعبين والاختيارات واللاعبين اللي تالقوا في اوروبا، قال لي راه ما كاينش منطق في الكره، وانت كنتي اختياراتك كلها كتبني على المنطق، كتقول هذا عنده نسبه الدهون زايده، هذا ما لعبش 50 ماتش، هذا ما لعبش 30 ماتش، هذا ما لعبش 40 ماتش. كتجي اليوم كتقول لي لا، راه في كاس العالم دينا لاعبين اللي ما كانوش كيلعبوا تالقوا، دونك ما كاينش المنطق. وفي الاختيارات ديالك كنتي كتقول يعني كاين تناقضات كثيره طرح فيها وين.